يا أكارم يا أكارم، بس فهموني، أنتم مختلفين على مطرح العرس ولا على سعادة ابنكم؟ على مطرح العرس طبعا. خراس على مكان العرس يابا. وانت خراس؟ نحن مختلفين على مطرح مكان العرس، ومختلفين كثير، مش شوي. وانا مختلف معكم كلكم. بشو مختلف معنا بلا صغرى؟ هلا انتو بتقولوا ما بيصير العرس الا هون، وهنن بيقولوا ما بيصير العرس الا هني. فانا مختلف معكم على الما والالا، ومتفق معكم على كل شيء. هذه شلون قلت استاذ سلام؟ الا الا وما اداه استثناء، تفهمش فيهم هم. هلا نحن يا اكارم اذا كبينا الما والالا بيصير العرس هون وبيصير العرس هنيك. بقى بتمنى منكم ما اطلع من هون وانا خايف. عرسين؟ طيب تك عن اذنك. تفضل. اهلا وسهلا بالاستاذ سلام. اهلا يا حي الله يا حي الله والله. هلا هلا، اسم الله عليكم. لك يعني كلياتكم هيك بتشبهوا بعض؟ ايه، ما نحن قرايب. سيد سلام، عادة زواج الأقارب بيورث هيك حالات، وهي حقيقة مثبتة علمياً. بلا فلفسي إسا، بلا فلفسي. مش عم بتفلفس إسا. هذا اسمه أكل هواء وفلفسي. استحي على حالك. اشرب شاي، اشرب شاي. هلا وسهلا. هلا. عرسين دفعة واحدة، كل شي ببلاش كتر منه. دخلي وين عرس بالأول؟ عرس الضيعة. ليي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 ي
أنا ما عم بفهم ليش زعلانة؟ شو بدك أحسن من هيك؟ بتروحي بتعملي بروفة هنيك وتجي لهون على الجاهز. مظبوط. هلا المهم أنت حتروحي؟ طبعا بدي روح. قال حتروحي. إيه إذا أنا ما وقفت جنبك، مين بده يوقف جنبك دخلك؟ عبير ولا جيجي؟ ليش شبنا نحن؟ ليش شبنا أهلها؟ هلا كل شيء لك بتعرفيني، شفتي حدا من أهلي هون؟ ما في غير أنا وأختي ناهد لحالنا بس. أو حلو الاختصار، ليش لا؟ والله هيك أحلى، ليش وكتر العالم؟ أي قلتك.